آدم اصحى يا آدم. هشام بيه وداخل لك لوحدي، مرضتش أخلي حد من اللي بره يدخلوا معايا. ما تفكرش وما تخلينيش أعمل حاجة أندم عليها. اسمع يا آدم، يا ده أنت في أدلة كتير بتبرأك، اسمع كلامي، سلم نفسك علشان يحققوا معاك وتخلص من الورطة الهباب اللي انت فيها دي. الظاهر يا باشا انك ندمت انك سبتني امشي المرة اللي فاتت، الظابط اللي جواك غلب انسانيتك. بالعكس انت مش فاهم اي حاجة يا ادم. ما تنشفش دماغك، ما تبقاش عنيد، امشي شوية مع الطيار. يا باشا اللي بيمشي مع الطيار السمك الميت، انما انا قلبي حي ولسه بيدق. عارف عارف يا ادم، وانا كمان قلبي حي وما يرضلكش انك انت تتظلم ابدا. يا ادم ثق فيا، ثق فيا، وزي ما قلتلك المره اللي فاتت، الكلام اللي انت هتقوله هو اللي انا هقوله، هو اللي هتاخد بيه المحكمه. ثق فيا يا ادم، ثق فيا. تحلف انت في بيت ربنا؟ ما تخافش، والله العظيم ثلاثه، والله العظيم الكلام اللي انا هقوله هو اللي انت هتقوله، هو اللي المحكمة هتاخد بيه، ومش هسيبك يا ادم. واوعدك مفيش حد هيلمسك، وخد ده قسم عليا. هيا يا ادم، قلت ايه؟ وانا مصدقك يا باشا. أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه قد تم القبض على الإرهابي آدم أمين عبد الحي. جاء ذلك بعدما وصلت معلومات من الجهات الأمنية المختصة بأن الإرهابي كان يختبئ بمدينة الأقصر. قبضوا عليه، قبضوا عليه. استر يا رب. أنا لازم أروح له، ما ينفعش أسيبه لوحده. ما ينفعش تروحي له أساسا يا نانسي، واهدي شوية. بروحك ليه هيفيد بإيه؟ ولا حاجة. انا ممكن اروح له من زاويه ان انا من جمعيه حقوق الانسان واخده محامي معايا. عين العقل يا ابني، ادم دلوقتي محتاج للي يدافع عنه بشكل قانوني. انا هروح، انا هروح. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش، دي طرف بسيط في القضيه وبرقه مضمونه باذن ربنا. انا مش خايفه على نفسي، انا خايف عليه هو اللي يتظلم، وحاسه ان انا متكتفه. الاحساس ده هيجنني. هذا وقد افادت الجهات الامنيه بانه قد بدا التحقيق مع الارهابي المدعو ادم امين عبد الحي للتعرف على باقي افراد الخليه، وينتظر ان يتم القبض عليهم في اسرع وقت ممكن، وسوف نوفيكم بالمزيد من المستجدات في نشراتنا اللاحقه. يا لهوي، قبض عليك يا ضنايا، قبض عليك يا اخويا. قلبي عندك يا صبر يا اختي. شفت اللي حصل يا خالو؟ شفت يا بطل، الناس بره ما بتتكلمش الا في حكايه ادم عبد الحي الارهابي اللي مسكوه. ابني بريء، ابني عمره ما كان ارهابي ابدا. ادم مظلوم، انا متاكده انه مظلوم. انا هدور عليه لغايه ما الاقيه واجيب له اكبر محامي في البلد. بجد يا عامر؟ طبعا يا صبره، ادم ده ابني. ربنا معاك يا ادم، ويوقف لك ولاد الحلال يا رب يا رب. آدم أمين عبد الحي، طالب في سنة رابعة بكلية الآداب قسم اجتماع جامعة القاهرة، بتعمل كسائق ديليفري لتوصيل الطلبات للمنازل، السن 28 سنة، ومقيم في بولاق أبو العيلة. آدم، أنت متهم بقتل شخص أمريكاني على أرض مصرية وسرقته والانتساب لجماعة إرهابية دولية. إيه رأيك في الكلام ده يا آدم؟ باشا الكلام اللي حضرتك قلته ده ما فيهوش حاجة صح غير بياناتي وإن أنا قتلت فعلا. يعني أنت يا آدم بتعترف بقتل الأمريكاني؟ طيب يا باشا بعترف،
بس هو اللي كان عايز يقتلني الاول وانا كنت بدافع عن نفسي. يعني هو كان عايز يقتلك وانت كنت بتدافع عن نفسك؟ ده على اساس يروح امك ان احنا لقينا جثته مرميه في الحمام بتاع بيتكم كان بالكبانيه؟ لا يا باشا، على اساس انكم لقيتوا جثته جنب دولاب السلاح بتاعه في فيلته. ايه اللي وداك هناك؟ كنت بوصل طلب. طلب ايه؟ بيتزا. الكلام ده كان حوالي الساعه كام؟ 8:30. كنت فين قبلها؟ المحل. ادم انت متعود تلبس ساعه؟ لا يا باشا. امال عرفت انها 8:30 منين؟ من الميعاد المكتوب في الاوردر. بقالك قد ايه بتشتغل في المطعم؟ اسبوع يا باشا. وقبل كده كنت بتشتغل فين؟ في محل اسمه طلبك كبابجي. وسبته ليه؟ عشان صاحب المحل اشتغل. ريتشارد هو اللي فتح لك لما وديت الاوردر؟ لا يا باشا. امال عرفت منين ان الامريكان اسمه ريتشارد؟ من الجرايد والتلفزيون. امال مين اللي فتح لك؟ سمعتش يا باشا. مين اللي فتح لك؟ الباب كان مفتوح. كان في حد معاه جوه؟ كان في حد معاه جوه؟ لا يا باشا، كان لوحده. تجسي علينا ولا ايه؟ فاكرنا عيال صغيرة؟ ده انت كلب مالكش دية، تربية مرتشي ابن 60 كلب. البركة يا باشا في اللي خلونا كلاب مالهاش دية مرتشيين، واللي خلوا ابن كلب زي سعادتك يعمل فينا كده. هيئة أمك يا آدم يا عبد الحي، لعلقك وأخليك عبر كل من فكر يقف وش لازمه. آدم أنت كنت بتعترف إنك أنت قتلت. آدم من فضلك اطلع بره. أنا مكاني مش هنا. مش هنا. يعني دخلت كلية الشرطة عشان أدافع عن حقوق الناس. مش عشان أهدر حقوقهم. يا رب. ادخل. مساء الخير يا هشام بيه. تعالى يا باشمهندس. ها؟ وصلت الحاجة؟ الريكفر تم بنجاح. والفيديو أهو. الحمد لله الحمد لله، اخيرا بقى عندنا دليل براءة ادم. ايه ده؟ فين بقيت الفيديو؟ بقيت الفيديو باظ، بس الحمد لله احنا حصلنا على الجزء ده. برافو عليك يا باشمهندس. سيف باشا، انا طلعت صح يا باشا. واحساس اللي سعادتك قعدت تتري عليه طول الوقت هو اللي انتصر في النهايه. ايه التخريف اللي على الصبح ده؟ ده مش تخريف سعادتك، دي الحقيقه اللي سعادتك مش عاوز تصدقها. بس يمكن لما تشوف الفيديو ده تتاكد وتسلم ان انا اللي طلعت صح. ايه ده؟ ده فيديو الجريمة اللي احنا بندور عليه. لقيته الهارد؟ لا، دي نسخة من الفيديوهات اللي كانت على الهارد. نسخة الفيديو؟ ايوه، بس جريمة واضحة قدام سعادتك انها جريمة دفاع عن النفس مش جريمة ارهاب. وانا ايش ضمن لي بقى ان الفيلم ده مش ملعوب فيه؟ ملعوب فيه ازاي؟ ده فيديو، فيديو يعني صورة حية، هيتلعب فيه ازاي؟ هشام، في ناس أدرى مني ومنك في الحاجات دي، وما تنساش إن آدم عبد الحي منتمي لمنظمة إرهابية،
يعني بالنسبه لهم الموضوع ده في منتهى التفاهه، يعني يلعبوا في الفيلم ويعملوه على مزاجهم عشان يفشكلوا لنا القضيه ويطلعوا الواد براءه. هم اللي معترفين ان هم اللي عاملينها، ده بيفتخروا بده وبيعتبروه شهيد. دول ما صدقوا. انا بقى مش مصدق ومش هصدق الا لما يجي لي الهارد المفقود في محضر المباحث، غير كده مش هعترف باي حاجه. يا باشا الجريمه كلها متصوره قدام سعادتك. عدم وجود الفيديو اكبر دليل على ان الفيديو ده مصور. ما انت على هنا البت اللي اسمها نانسي اللي انت اقنعتني وخليتنا روحها مش جات هنا واستجوبناها وكتبت عليك وعليا؟ البت دي زي ما سعادتك عارف مسيحيه. تقدر تقولي ازاي واحده زي دي ممكن تتعاون مع ارهابي اسلامي متطرف؟ كلهم ارهابيين يا حبيبي. الارهاب ملوش لا وطن ولا دين. يا شمبي انت مش من هنا ولا ايه؟ لو التدليس والظلم واهدار حقوق الناس بقى هما اللي بيحكموا هنا، يبقى انا يا باشا ما يشرفنيش اني اكون هنا. هشام انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ امال عاوزني اكلمك ازاي وانا شايفك ظالم وبتظلم بريء وقدامك دليل براءته مش عاوز تعترف بيه؟ باشا انا ممكن اسالك سؤال؟ هو سعادتك بالليل بيجي لك نوم؟ يعني بتنام مرتاح البال؟ وبالنهار كمان يا حبيبي وبشخر. الفيديو ده لا انا ولا انت اللي هنفصل فيه، ده لازم تعرض على خبير، هو اللي هيحكم ما بيننا. وبعدين بقى خلينا في المهم، البت اللي اسمها نانسي دي يطلع لها قرار اعتقال وتعتقلها دلوقتي حالا.